تحدثا في قاعة الحرية من مدينة جوبا بعد شكرا التوقيع على جزيلا اتفاق السلام سعادة بين رئيس الحكومة الوزراء. والجبهة الثورية. الآن نحن ننتقل لكبير مفاوضي وفد السودان السيد الفريق أول محمد أمدان دوغلو نائب الأول لرئيس مجلس السيادي في الكلمة. أول رئيس مجلس السيادة رئيس الوفد الحكومي المفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو يتقدم الآن باتجاه المنصة ل الأطراف السودانية في مدينة جوبا والذي يفتح الباب لوطن جديد ولرؤية استراتيجية تبني وتعمر وتنهض بهذا الوطن. محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. فخامة الرئيس سلفا كير ميار ديث رئيس جمهورية جنوب السودان، فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الإيجاد، السادة الوزراء من الدولتين، السادة رئيس وأعضاء لجنة الوساطة، السادة ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، السادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة، السادة ممثلي السلك الدبلوماسي ومندوبي المنظمات الدولية والإقليمية، أخواني وأخواتي في الحركات الكفاح المسلح، السادة في قوة إعلان الحرية والتغيير، السادة في أجهزة الإعلام المختلفة، أخواني وأخواتي في النازحين، أخواني وأعمامي إدارات الإدارة الأهلية، رجال الإدارة الأهلية، السادة الضيوف جميعاً في هذا اليوم المهم من تاريخ بلادنا، أود أن أحيي تضحيات النساء والأطفال والشباب والشيوخ في مناطق النزاع في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق وكل شبر من أرض السودان. الحقيقة تقول أن بلادنا واجهت ظلامات الحرب الأهلية منذ فجر الاستغلال، في وقت كانت كل الفرص والنهضة والتقدم مفتوحة أمامه. الحروب لا تقوم من فراغ، وفي بلادنا تحديداً كانت نتيجة لغياب العدالة وعدم اعترافنا بالتنوع وغياب المشروع الوطني. طوال عقود الحرب الطويلة لم يكسب أحد ولن يكسب أحد، بل خسرنا كل الماضي وربما نخسر المستقبل إن لم نعترف بالفشل ونواجهه. بالحقيقة أننا نقف اليوم في الجانب الصحيح من التاريخ بتجاوز تلك المراحل المؤسفة. إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يمثل ميلاد فجر جديد لبلادنا. السيدات والسادة، الحضور جميعاً، في هذه المناسبة العظيمة كعظمة الثورة السودانية في فترات التحول كما نحن عليه الآن، نحتاج كدولة ورجالات دولة ونخب سياسية أن نتحرر من فشل وأخطاء الماضي كي نتحصن لرحلة الانتقال إلى سودان المستقبل
بفتح فرصا للتعافي والتصالح والتعايش. نحتاج جميعا ان نعترف بالاخطاء لنا وللأجيال القادمة، بالذات الإرادة والعزيمة التي حققنا بهما هذا الإنجاز، أننا نتطلع إلى سلام شامل مع جميع الأطراف. لذا نؤكد حرصنا ورغبتنا في استئناف المحادثات مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو، وانضمام حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور. السيدات والسادة الأماجد، لقد تابعتم تكامل جهود بلادنا مع بعض الدول الغارة في تغريب وجهات النظر بين إخوتنا في جنوب السودان، والتي كللت بتحقيق السلام وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. أننا نشيد بالمواقف التاريخية والشجاعة التي أظهرتها الأطراف في تجاوز كافة الصعاب التي واجهتهم خلال تنفيذ عملية السلام، ومن هنا نجدد الدعوة إلى شركاء الإقليميين والدوليين للإيفاء بتعهداتهم تجاه عملية السلام في جنوب السودان، حتى يعبر هذه المرحلة الحساسة من تاريخه. أن المستقبل يهمنا جميعا لبناء شراكة جديدة تقود بلدنا لاتحاد يؤهلنا للنهوض من أركام العنف والفقر نحو رحاب التنمية والتقدم. السادة والسيدات الحضور جميعا، لا يفوتنا هنا أن نسجي جزيل الشكر وكل الشكر لفخامة رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميار ديت، ولنوابه وأعضاء حكومته، وشكر خاص جدا لرئيس وفريق الوساطة بقيادة الأخ المستشار توت وأخوانه على صبرهم وتحملهم واستضافتهم لنا رغم الظروف الصحية التي شهدها العالم، والمتمثلة في انتشار جائحة كورونا والآثار الاقتصادية التي ترتبت على ذلك، إلا أنهم تحلوا بالإرادة من أجل تحقيق السلام في بلدهم الثاني. ويمتد الشكر والتقدير إلى الشقيقة دولة تشاد التي استقبلت لاجئي دارفور طيلة سنوات الحرب، وشكرا لفخامة الرئيس إدريس ديبي الذي ظل يعمل بجد وعزيمة من أجل تحقيق الاستقرار في بلادنا. وقد شاركت بلاده ضمن فريق الوساطة بوفد عالي المستوى ساعدنا في تذليل كثير من الصعاب. الشكر كل الشكر والتقدير والعرفان لدولة الأمارات العربية المتحدة، زايد الخير على رأس الشيخ محمد بن زايد وأخوانه الذين ساهموا معنا في أن تكون جوبا منبرا لمفاوضات السلام، حينما كان الآخرون يتنافسون على استضافتها، واستمر دعمهم لهذا المنبر بإرسال وفدا ظل متواجدا بيننا وما يزال. وهنا لا بد من أشير إلى عملية تنفيذ الاتفاق يتطلب دعما من الأصدقاء والأشقاء من المجتمع الدولي كافة، لكن تعهدات دولة الأمارات بدعم تنفيذ هذا الاتفاق يجعلنا مطمئنون على مستقبل العملية السلمية. ولا يفوتني أيضا أشكر جهود المملكة العربية السعودية التي رعت مؤتمر أصدقاء السودان لدعم السلام في بلادنا، كما نشكر جمهورية مصر التي ظلت تتابع باستمرار عملية التفاوض ودعم مسيرته إلى الأمام. وشكرنا الجزيل للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد ودول الترويكة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وجميع المنظمات الإقليمية والدولية. نحن أيضا ممتنون لجميع الدول الشقيقة والصديقة والمحبة للسلام، ونتطلع إلى المزيد من الدعم والمساندة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا. أصحاب الفخامة والسعادة،
السيدات والسادة، لا بد أن نسجل صوت شكر خاص لوفود التفاوض من كل الأطراف، وأخذ بالشكر زملائي في المجلس السيادة والأخوة في مجلس الوزراء، والشكر خاص للعيون الساهرة، المفاوضين والخبراء والجنود المجهولة، والأخوة في السكرتارية وأجهزة الإعلام المختلفة، جميعهم قد بذلوا جهودا جبارة من أجل نشهد هذه اللحظة التاريخية. أسمح لي كذلك أن أترحم على روح فقيدنا وزير الدفاع جمال عمر الذي وافته المنية أثناء قيامه بواجبه ضمن فريق التفاوض الحكومي. نبعث بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرته ولزملائه في السلك الجندية. آخر شكرنا للأخ الرئيس سلفاكير مياردت ولشعب جنوب السودان الكريم المضياف الذي استقبلنا بكل دفء وغمرنا بكرمه وحبه الفياض. إننا لن ننسى لكم هذا الفضل. نسأل الله التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة والسيدات، كانت تلك كلمة كبيرة.